بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة الوزراء، سعادة الدكتور أخي محمد علي المطيري مدير العام لمنظمة العمل العربية، سيدات والسادة الرؤساء وأعضاء البعث من ممثل الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال، سيدات والسادة المؤتمرون، يسرني أن أكون معكم في هذه المقام المتميز، وأتوجه بجزل الشكر للبلد المضيف مصر الحبيبة وعلى رأسها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. وبصراحة أجد نفسي منبهرة في كل زيارة أقوم بها إلى مصر لما أشهده من إنجازات راقية تحت قيادته الرشيدة. أغتنم الفرصة لأوجه أطيب التهاني وأخلص التمنيات لأخي فايز علي مطيري الذي يدير بجدارة وتفوق منظمتنا الموقرة، ويستحق كل التشجيع والثقة النظيرات جهوده وتفانيه، وإضافة الروح التعاون والتوافق والمساواة بين وفود الدول العربية وأيضا بين الأعضاء الثلاثة حكومات عمال وأصحاب الأعمال، خدمة لعالم الشغل وللتنمية الاقتصادية بمنطقتنا العربية. فكل الشكر والعرفان لكم أخي الدكتور فايز علي المطيري لما تبذلونه من جهود في سبيل الوقوف على كل الجوانب المهمة التي تخص عالم الشغل والاقتصاد والإجابة الآنية للتحديات الجديدة التي يشهدها العالم. فعلى سبيل المثل، لا للحصر كان لمنظمتنا نشاط ملفات للغاية من خلال تناولها لموضوع جائحة كوفيد 19 وكيفية التخفيف من أثارها والحفاظ على مناصب الشغل، والتركيز على موضوع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وانماطات العمل الجديدة، الصحة والسلامة في العمل وحماية الاجتماعية، تحفيز المرأة العربية على ريادة الأعمال إلى آخره من نشاطات مفيدة مكنت منظمتنا من مواكبة العصر وجعلتها في الطالعة ومصدر إلهام للتطور والابتكار خدمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. نجتمع اليوم في ظرف يتسم فيه العالم بالتحديات الكبيرة والمعطيات الجديدة، هي وليدة أزمة جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا والصراع القائم اليوم بين الشرق والغرب. علينا أن نعرف كيف نستفيد من هذه السائحة لبروز منطقتنا العربية كقوة إقليمية متكاملة وموحدة، سائحة لبروز منطقتنا العربية كقوة إقليمية متكاملة موحدة اقتصاديا وسياسيا، من شأنها أن تتفاوض بقوة وأن تفرض مواقفها. نعم، علينا أن نكون أكثر جرأة ونحن نعيش، والحمد لله عودة بلادنا الحبيبة سوريا إلى جامعة الدول العربية الذي يعتبر إنجاز عظيم علينا تثمينه والاستثمار فيه للإيجاد حل لقضيتنا الأم إلا وهي قضية فلسطينية. نتحسر كثيرا على مأساة شعبنا الفلسطيني والقمع الهاجم الذي يتعرض له من طرف الجيش الصهيوني والمتطرفين من بني صهيون. أود بحياة عشرات من إخواننا دون نسيان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها جراء الحصار المفروض عليهم. وعليه أمل أن يخرج اجتماعنا اليوم بوثيقة حازمة تدين ذلك العدوان، وتدعو الجامعة العربية لتبني مواقف الصارم وموحد إزياء القضية الفلسطينية وإحداث أليات على أعلى مستوى من قادة للدفاع على حق الشعب الفلسطيني في العيش في السلام في كل المحافل والهيئات الدولية. كما لا ننسى في هذه المناسبة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الشقيق
يؤكد للإخوة استعداد أرباب العمل الجزائريين بمدهم بكل الدعم الذي يرونه مناسبا لمساعدتهم للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. أظن أن الفرصة المواتية للضغط بشدة على إسرائيل لإرغامها للاستجابة والتنفيذ قرارات جمعية المنظمة الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني، كما يحوج في أنفسنا الوضع الساند حاليا بالسودان، وأناشد الجميع وكل القادة للعمل على إطفاء النار الفتنة واستعادة عافيتها سريعا وتوفير الأمن لأهلنا بالسودان. في جانب الاقتصادي، فرصة مواتية كذلك للعمل على تحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب العربية والاستثمار في تكاملات الاقتصادية الهائلة المتوفرة بين بلداننا من توافر الموارد البشرية الشابة وذات كفاءات لرؤوس الأموال والمواد الأولوية المتميزة وأراضي الزراعية الشاسعة نحصد عليها. كما أدعو بصفة رئيسة بزنس أفريكا التي تضم 54 منظمة أصحاب أعمال إفريقية لتقوية التبادلات مع تلك الدول، وأؤكد استعدادي لمرافقة ودعم أي مشروع استثمار أو تعاون في هذا الشأن مع كل الدول الإفريقية التي يعتبرها كل الخبراء كأهم عنصر محفز للتنمية الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي. لا يفوتني أن أنوه بقرارات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بشأن وإقراء مجموعات من القرارات الاجتماعية من شأنها حماية القدرة الشرائية من خلال رفع من الحد الأدنى لأجر القاعدي، إحداث علاوات البطالة والقانون رفع التجريم عن التسيير، الشيء الذي يعطي دفعة أكبر للتنمية الاقتصادية للبلد. كما لابد أن أشيد بدوره في التلاحم والتوافق العربي من خلال ترأس للجامعة العربية، وكل التوفيق إن شاء الله للعهدة المملكة العربية السعودية ولجلالة الملك الخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ولسمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان. شكر للمعالي الوزراء، شكر للسيد المدير العام لعتفينكم، وشكر المواصل لكل إخواني الأعضاء والحضور الكريم. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.